يلا اخوان يلا سيدنا الله يكبر جليل الله يبارك فيك رجال سيدنا المنصور يلا شباب سيدنا علي لا تروح لي غازي ما تقتلك لا احنا ما نروح لا ما نروح غازي تأذينا هو احنا ليش احنا نصبح لي جاي لا المسيح هذان وجهنا الشعب وشي هذان وجهنا العالم يعني أنا كنت جمع مين وفتح لك النظام ولكن هذا النظام أكرم من هذا شوف هاي الملايين والمعركة حد يشوف المعركة حد يشوف عادل عبد الله من دون قوات الأمنية 2014 مولانا يقول عادل عبد المهدي ما نظر قوات امنيه نريد نكشف هذا ونشوف من اين اتت تضرب الشعب المسالم السني المطالب بحقوقه المشروعه 13 سنه ما هي انجازات الاحزاب الاسلاميه بطش ارهاب قتل مجاعه تربيه صحه انطوني ما هي انجازاتهم سيد لا طبعا لا تجد هلا بالسيد هلا بالسيد استاذ ربع 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 هذا اليسار هاي المواطنين السنيين هاي اللي واجهنا بها عاد عبد المهدي ويقول احنا وين متظاهرين هذا عدو المهدي عدو المهدي هذا وين الحلبوسي وينه هذا عدو المهدي قديما وحديثا لم تكن انتفاضه كهذه تعتبر منعطف تاريخي وهذا المنعطف التاريخي لا يتحقق الا بالتصدي والصمود لهؤلاء الفاسدين الذين جعلوا في العراق تسيب ضياع دمار بوار بوار بكاء صراخ عويل ايتام رامد يروح دمهم بلاش ولا يروح بلاش سوف تنتصرون عندما تقام الدوله الثوريه الثوريه الدوله الثوريه المدنيه ان شاء الله الدستور ينتهي والمحافظه تنتهي ان شاء الله شراف القوم الشرف بجهودك في طريق الموت او في حديث الشهاده جهودك بجهودك تكسب صوره حلوه عن اهل العمايل صراحه صراحه يعني قلنا مثق قلنا مثق ماكو ثقل جهود الشباب هاي ثوره الشباب على قولك صوت ومسموع من هذا موت ونموت قتل ونقتل شو نسوي بعد على وقت وين النتائج ان شاء الله بجهودكم سيد صوتكم مسموع لا المسموع انتم الجياع انتم المحرومين انتم الاساس المرجعيه تخضع لكم ولا نحن نخضع للمرجعيه دول حلقه هذا الحكي لا نؤمن بدول الجوار ولا نؤمن بالدول الاقليميه نؤمن بشعبنا واهلنا يحققون المجتمع المدني العظيم وكفى لا تفكروا بجمع فكروا الله معكم الحمار معكم الفلاحين معكم الشرفاء معكم سيد الله شكون سيد